ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة زي ما انا قلت لكم عايز اوريكم جري عشان خاطر نقارنه بينه وبين ابوه. معلش انا بصور وانا واقف، يعني الكلب حتى طالع مش بطبيعته ولا بحجمه كده، طالع ممكن يكون حجمه صغير زي ما انتم شايفينه دلوقتي. لكن حبيت اوريكم كام لقطة كده للكلب دلوقتي على السريع، وان شاء الله اصور لكم فيديو كويس واعرفكم خط دمه ودنيته وحاجات كده طبعا جميلة قوي. والكلب هيتجوز ايه وهي ان شاء الله الكلب ان شاء الله هنجوزه ايه، وخط الدم هل هو وخط الدم بتاعه يا جماعه هتوافق في الانتاج معاه ولا لا بامر الله، وهل الكلبه قويه ولا ضعيفه بامر الله. ان شاء الله هيكون في كام فيديو كده باذن الله تعالى، بس انا حبيت ان انا ايه لقطتين كده سريعا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتظروا مني فيديو بكره باذن ربنا او بعده بكتير، هيكون فيديو محترم جدا جدا جدا. وانا هعرض لكم برده نتايج كويسه جدا، مش للبيع لا نوقف للانتاج، يعني برضه هنعرفكم على بعض الحاجات اللي موجوده عندنا باذن الله تعالى. واي حد عنده سؤال او معلومه في اي شيء يا ريت يكتب لنا في الكومنتات او في التعليق، تمام؟ وان شاء الله نفيد بعضنا ونفيد الجميع، تمام يا جماعه؟ ان شاء الله نفيد بعضنا ونفيد الجميع. طبعا مش عايز اصور عليكم زي ما انا قلت لكم، هو فيديو كده بسيط كده جدا بسرعه عشان خاطر اوريكم لقطه للمعلم جري، لقطه لجرين، تمام؟ لكن ان شاء الله رب العالمين هصور لكم فيديو كويس قوي، يكون حد بيشغله وحد بيناديه له، وهنشوف هل الكلب في تدريب ولا ما فيهوش تدريب. بفضل الله برده شغالين معايا من دول، ولا هنشوف بيستجيب ولا لا. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.